بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة عن الشباب ودوره في البناء والتنمية، ودوره أيضا في الحضارات، وماذا على الشباب فعله، وماذا على كبار السن والخبرة تجاه الشباب أن يفعلوا، وما هو الواجب الديني على كل شاب وكل فتاة. أحبتي في الله، يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول أيضا جل شأنه: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. من هنا أحبتي في الله، عندما يقول رب العزة جل وعلا وينادي الأمة ويخص الشباب وقل اعملوا، فالعمل واجب على كل شاب وكل فتاة، بل وعلى كل إنسان على وجه الأرض. فإذا عملت الخير فسيأتيك الخير، وإذا كان عملك دون ذلك فستصاب بغير ذلك. إذن أنت مطالب بالعمل، وخص بالعمل الشباب لأنهم عماد الدين، ولأنهم عماد الدولة، ولأنهم القلب النابض للآباء والأمهات، ولأن الشباب هم الحركة الدؤوب، وهم الأيقونة التي عليها وعلى أكتافها تقام الدول وتقام الحضارات. كان حديثنا بإذن الله عن هذا الشباب، فهذا الشباب الذي أكرمه رب العزة جل وعلا وذكر لفظا في الكتاب العزيز وسماهم الفتى، والفتى هو الشاب اللقن الحازق الذي عقله راجح، أو صاحب العقل الراجح المستقيم. وذكر المولى جل وعلا أيضا النساء بلفظ الفتيات، كما ذكر الرجال بلفظ الفتى، ذكر أيضا النساء بهذا اللفظ: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فلفظ الفتى ورد في كتاب الله للذكر وللأنثى، ولم يرد هذا اللفظ إلا للقوة ولرجاحة العقل، ودخل معه السجن فتيان. يبقى ورد للمفرد وللمثنى وللجماعة. إذن هذا اللفظ الخاص بالشباب يدل على القوة وعلى العنفوان، ويدل أيضا على الشجاعة والإقدام. من هنا عندما يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة ربنا هيظلهم في ظل عرش الرحمن يوم تقترب الشمس من الرؤوس. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء السبعة ظلهم الله في ظل عرش الرحمن وفي ظل عرشه يوم القيامة، يوم يلجم العرق بعض الناس
ويوم يصل العرق إلى الترقوة أو إلى القدم أو إلى الكتف، ويوم تغطي أو يغطي العرق الرؤوس، وتقترب الشمس فما بينها وبين الرؤوس ما من شيء. في هذا اليوم يظلل المولى جل وعلا في ظل عرشه هؤلاء السبعة. الإمام العادل الذي يعدل بين رعيته، وكل مسؤول في مكانه يعدل بين مرؤوسيه، والشاب العاقل الحاذق اللقن الذي يتقي المولى جل وعلا في أعماله وفي أقواله في سره وعلانيته. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله يظله المولى جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج من صلاة قلبه كان معلق بالصلاة التي تليها حتى يدخل المسجد، أحب المسجد أكثر من حبه لنفسه. عندما يخرج يتمنى أن يعود إلى المسجد مرة أخرى لأنه بيت الله. ورجل أو رجلان تحابا في الله، كل منهم أحب أخيه لله وفي الله، لا لدنيا ولا لمصلحة، قلبهما قلب رجل واحد، إذا أن منهم أحد أن الآخر، وإذا فرح أحدهم فرح الآخر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته حتى اختلت به ولم يكن بينهما وسيط، وأغلقت عليه الأبواب ودعته لارتكاب الفاحشة، ومع كل هذا قال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة، هذه الصدقة أخرجها دون أن يعلم قيمتها ودون أن يعلم كينونتها، أخرجها إن كانت عينية أو نقدية. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، اختلى بربه وجلس مع ربه ولم يكن هناك بينهم شيء، أحب المولى جل وعلا فاختلى بربه في ساعة صفاء وحب، وبكى وفاضت الدموع وطلب من الله. هذا الرجل أعطاه المولى جل وعلا ما يطلب ووهبه ما يتمنى، وسوف يظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلم تفيض عيني العبد بينه وبين ربه إلا أنه تاب إلى الله جل وعلا. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول أيضا الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: اغتنم خمسا قبل خمس، خمس أشياء أول ما يجولك اغتنمهم، ما تسيبهمش قبل أن يأتيك خمس أخرى. الخمسة دول لو جولك سارع بيهم بسرعة. ليه؟ لأن أنت لو ما سرعتش بيهم هيجولك الخمسة اللي بعديهم. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. خمس حاجات أول ما يجولك اغتنمهم: شبابك قبل هرمك. الشباب لما تبقى في المرحلة دي أنت قوي للعبادة، سارع إلى عبادة الله، سارع لطاعة الله، سارع للفقراء والمحتاجين. خصص معظم وقتك لله، اعمل للدنيا واعمل للآخرة، ولكن في مرحلة الشباب والقوة يجب أن تعطي وقتا أكبر لطاعة الله. سيأتيك الكبر والهرم، لن تتقوى على العبادة كما كنت شابا، لن تستطيع الذهاب إلى المساجد كما كنت شابا، لم تستطيع قراءة القرآن أو الصلاة في المساجد أو السعي على الأرامل والفقراء أو لإخراج الصدقة كما كنت شابا. فقبل أن يأتيك الكبر وأنت في شبابك سارع إلى طاعة الله.
صحتك قبل سقمك، صحتك وانت بصحتك. قوم وصلي الفجر في المسجد وصلي العشاء في المسجد. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. العشاء والفجر لو صليتهم في جماعة يبقى أنت الليل كله قائم بين أيادي ربنا. خذ من صحتك لسقمك، أنت بصحتك النهاردة تقدر تعمل كل شيء، تقدر كل اللي أنت عاوزه تعمله. لكن لما تبقى مريض أو ملازم الفراش بتتمنى أنك تروح المسجد، بتتمنى أن أنت تطلع من المرض اللي أنت فيه علشان تذهب للناس الغلابة والفقراء. لكن أنت بصحتك اغتنم الصحة دي. غناك قبل فقرك أو قبل فقرك. الغنى لما يبقى معاك النهاردة فلوس، استغل الفلوس دي في الخير، استغلها لإسعاد الآخرين علشان ربنا يسعدك وانت في قبرك. استغل فلوسك دي، ما انت النهاردة ما انتش ضامن عمرك. ممكن يبقى معاك الفلوس عمال تجيب وتحط تحوش وا 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 وفي لحظة تروح وتسيب ده كله. طب فين اللي عملته للقبر؟ فين اللي عملته لربنا؟ مفيش. ضيعت كل ده وراح منك كل ده وانت ما استفدتش منه بحاجة. طب لما يبقى معاك اغتنم الفرصة، اغتنمها واسعد الناس. افضل عمل تعمله انك تسعد القلوب بتاع الناس. افضل شيء بيعمله المسلم انه يدخل السعادة على قلب اخيه، انك تفرح بيت فيه ارملة او في مسكين او في يتيم. ان انت تسعى للارملة وللفقيرة وللمسكين وللمحتاج، انك تكسيه. وما هيدخل علينا شتاء، الفقير محتاج انه يلبس زي ما بتلبس. مش عاوز بطانية بألف جنيه زي اللي انت بتنام بتتغطى بيها، هو عاوز اي حاجة تغطيه وخلاص. عاوز يتلف هو وعياله من البرد. مش عاوز يا عم جاكت بألف جنيه ولا بستمائة سبعمائة تمنمائة جنيه، ده عاوز اي حاجة. الفقير محتاج منك اي شيء. فانت النهاردة محتاج للفقير اكتر احتياج الفقير ليك، لان الفقير ده هو اللي هيدخلك الجنة. الفقير ده هو اللي بسببه ربنا هيغنيك ويديك، لان انت احتياجك للفقير اكثر من احتياج الفقير ليك. يبقى غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك. وقت الفراغ بتاعك استغله صح، استغل وقت فراغك في قراءة القرآن، في سماع حاجة مفيدة، استغله في ان انت تسعى للناس، استغل وقت الفراغ بتاعك ان انت تستخدمه في طاعة ربنا. وقت فراغك ده ما تستخدموش في اللهو واللعب والملاهي الليلية والكلام ده كله والدوران على القهاوي ومش عارف ايه. ليه بتضيع ده كله؟ نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحتك هتتسئل عنها يوم القيامة. الفراغ بتاعك ده مش فراغ، انما الانسان مجموعة ايام، إذا ذهب يوم ذهب بعضه. أنت عبارة عن شوية أيام، كل يوم بيمر حتة منك بتروح. طب ليه بنضيع الوقت ده كله؟ يبقى فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، شبابك قبل هرمك، أيضا حياتك قبل موتك. الحياة اللي أنت عايشها دي حياة طويلة، حياة عظيمة. كل الحياة اللي انت عايشها دي قبل الموت بلحظة بتقول يا رب اديني ثانية اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده انت تحمد ربنا على كل ثانية بتعدي من عمرك ان انت لسه على قيد الحياة. احمد ربنا ليه؟ لان ربنا ابقى في عمرك حتى تتوب. طب اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هيجي الوقت اللي تتمنى ان عمرك يطول لحظة تموت فيها على الشهادة، تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب نستغل الحياة الطويلة بتاعتنا دي، استغل كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده في الخير. يبقى اغتنم خمسا قبل ان يأتيك خمس الاخيرة، فاذا جاءت الاخيرة ستندم على الاولى. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي مناد يا ابن آدم
اليوم ده بينادي، هذا اليوم يناديك، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. كل يوم الصبح وانت بتصلي الفجر، قبل صلاة الفجر على طول بينادي اليوم، يناديك يقول لك قوم من النوم. ليه؟ أنا النهاردة أنا يوم جديد على عملك شهيد، اغتنم مني، خد اللي انت عاوزه مني في الطاعة وفي العبادة وفي السعي على الأرملة والمسكين وفي مساعدة الآخرين وفي رد الظلم عن المظلومين. بيناديك اليوم، كل يوم بيناديك ساعة الفجر يقول لك قوم قوم يا كسلان، ما تتبهش الشيطان، قوم صلي الفجر علشان خاطر تبقى قائم الليل كله. تقوم تصلي الفجر، يوم جديد على عملك شهيد، هاجي يوم القيامة أشهد عليك. كل لحظة في اليوم، كل ثانية في اليوم هتيجي تشهد عليك يوم القيامة. اغتنم، خد كل حاجة حلوة فيا، لأن أنا خلاص طالما عديت عدى جزء من عمرك مش هرجع لك تاني اليوم القيامة. ما من عبد في يوم القيامة هيسأل عن أربع، ما فيش واحد فينا اللي ما هيتسأل عن الأربعة دول. هتتسأل عن أربع حاجات: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك ممن اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا فعل عملت فيه. هتتسأل يوم القيامة عن أربع حاجات، هتتسأل عن الأربعة دول. لن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هتتسأل، طب هتقول ربنا إيه؟ هيسألك عن عمرك، عملت إيه في عمرك؟ عملت إيه في العمر؟ هل كنت تبع السبعة اللي اتكلمنا عنهم يوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هل من دول؟ هل العمر استغلته صح؟ ولا ضيعت العمر هباء منثورا؟ عن شبابك، عملت ايه في شبابك؟ الشباب اللي احنا بنتكلم عن النهارده الكلام كله عنه، عملت ايه في شبابك ده؟ اطعت ربنا؟ اتجيت ربنا؟ عملت الخير؟ عن شبابك فيما افنيته، عن مالك، دي المصيبه والطمه الكبرى، جبته منين؟ وديته فين؟ النهارده لازم كل اللي معاه مال يخاف، زي ما قلنا الجمعة اللي فاتت، ده ابتلاء من ربنا، عطاك المال حتى يبتليك ليختبرك، هل هذا المال يكون لك شافعا يوم القيامة؟ أم ممن قال فيهم رب العزة جل وعلا: تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شوف انت منين؟ جبت المال منين؟ أوجه الصرف بتاعته منين؟ هتتسأل عن ده يوم القيامة. طهر نفسك النهاردة، مش حد هينفعك، لا ابنك ولا بنتك ولا رايح ولا جاي ولا زوجتك، مفيش حد هينفعك، هتدخل القبر وحيد. يبقى عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ عن علمه، العلم اللي انت تعلمته عملت به ايه؟ الراجل قال لك حرام، هل فعلا مشيت وبعدت عن الحرام؟ الراجل قال لك ما تعملش دي لان دي حرام، تبعته ولا مشيت غلط؟ الراجل قال لك امشي في دي لان دي الحلال، مشيت معاه ولا لا؟ هيسألك عن العلم اللي تعلمته في الدنيا، علم الفقه وعلم الدين وعلم الدنيا برضه، هيسألك ربنا عليه، عملت في العلم ده ايه؟ خدمت البشرية بيه؟ خدمت الناس بيه؟ عملت فيه ايه؟ لما نضرب مثل بسيط علشان الشباب النهارده يعرفوا انهم محتاجين لخبره الاباء والامهات، لان لولا ابوك مش هتبقى انت، لولا خبره ابوك انت مش هتبقى انت، لولا وجود ابوك وامك البنت مش هتبقى في هذا الريعان من الجمال او من الصحه او من في هذا الامر. كذلك الشاب، لولا الاب والام مش هيبقى الشاب ده عنده ثقافه اي شيء، خالص خلاص هيبقى جاء اجهل الجهلاء. ولكن وجود الخبرة مع القوة هم دول الأساس لنجاح أي دولة.
بنت سيدنا شعيب قالت ايه؟ ان خير من استاجرت القوي الامين. وسيدنا يوسف قال اني حفيظ عليم. يبقى لما تجتمع القوه والامانه والحفظ والعلم يبقى كده الدوله نهضت، الدوله اصبح او الحضاره نفسها نهضت. تخيل بقى لما يجتمع في شباب الامه الاسلاميه هذه الصفات وغيرها وغيرها وما تحدثنا عنه سابقا، هنبقى هنا حضارة مفيش تاني، أمة مفيش تاني، شعب مفيش تاني، مفيش، هنبقى أفضل الناس على وجه الأرض. مش الشباب اللي بيضيع نفسه ويضيع وقته على الفيس ويضيع نفسه وياخد فلان ده الأسطورة يقول لك هو ده الأسطورة بتاعتي، والبنت تاخد واحدة ممثلة تقول لك دي هي مثل الأعلى، ولا تاخد مطربة تقول لك مثل الأعلى، ولا تاخد واحدة لابسة مشرشح ومقطعة وتقول لك هي دي الموضة أحلى موضة في الدنيا، وواحدة بتروح معرفش بتعمل البتاع شهرة شعرها ده عندي مين، تقول لك أنا عايز أعرف المكان اللي بتروحيه ده فين عشان خاطر أعمل زيك، وماشيين عمي ورا البنات. الفتيات اللي ماشيه زي العاميه دي هي وماشيه مع الموضه وماشيه، والستات اللي خاربه بيوتها كل ما واحده تجيب حاجه تقول لجوزها وانا عاوزه زيها وانا كذا وانا كذا، وبياخدوا الناس دي قدوه. والشباب اللي بياخد للعيل اللي ملوش التافه اللي ملوش قيمه اللي ماسك لي سنجه وسكينه وبمطوه وماسك له وعامل لي بدقه، هو ده برضه اللي بتاخده قدوه ليك. خد قدوتك حد من الصحابه، خد قدوتك شباب الاسلام. ده سيدنا علي بن ابي طالب كان لسه غلام لم يتجاوز عمره، مفيش ما كانش كمل 20 سنة، وكان نايم في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كانش كمل عمره 30 سنة، ورفع باب خيبر بايد واحده، الباب اللي لو اجتمع عليه 7 من الرجال لم يحركوه، مسك الباب بايد واحده وكان عامله درع في ايده بيدافع بيه. سيدنا علي بن ابي طالب في غزوه بدر قتل 18 مشرك، 18 واحد قتلهم سيدنا علي بن ابي طالب. فين انت من الشباب دوت؟ عبد الله بن مسعود اول من جهر بالقران، فين انت من سيدنا عبد الله بن مسعود لما يقف قدام الناس كلها ويتحدى كل قريش ويجي في الكعبه ويقعد يقرا القران ويسمحهم اللي بيكرهوه ويفضل يضربوا فيه ويتحمل الضرب؟ فين انت؟ ما ده كان شاب صغير ما كانش اتعدى 20 سنة. فين انت من زيد بن ثابت اللي سيدنا ابو بكر قال له عليك بجمع القرآن يا زيد لانك شاب لقن ذكي لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله. تخيل بقى انك شاب، شباب القوة، قوة في الذكاء وفي الذاكرة وقوة في البدن، انت شاب يا زيد. زيد بن ثابت قال له انت لسه شباب قوي تقدر تروح هنا وهنا 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 وتعمل كل حاجة، فانت شاب لا نتهمك، انت راجل معروف وسطينا وشاب كويس وناضج، شاب نشأ في عبادة الله، شاب طيب معروف، لا نتهمك، عاقل، عقلك رزين، كل حاجة بتعملها بعقل، كنت بتكتب الوحي لرسول الله، فأنت أولى واحد إنك تجمع القرآن. تخيل كل واحد بيقرأ حرف من القرآن بيروح ثوابه لسيدنا أبو بكر وسيدنا زيد ابن ثابت وسيدنا عمر بن الخطاب، لأن اللي أمر، لأن اللي اجتهد سيدنا عمر، واللي أمر بالجمع سيدنا أبو بكر، واللي جمع سيدنا زيد بن ثابت. التلاتة دول كل حرف بيقرأ ليوم القيامة بيروح للتلاتة دول، وكله بيرجع للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى زيد بن ثابت النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا زيد تعلم لغة يهود فإني لا آمن مكرهم على كتاب الله. سيدنا زيد يقول ايه؟ لقد تعلمت لغة اليهود في 15 ليلة. تخيل بقى اتعلم اللغة العبرية اللي بيجروها اليهود دي ولا لغات اليهود في 15 يوم. تخيل بقى شاب، العلم، العلم يا اخوانا، عايزين الشباب المسلم يتعلم. مش النهاردة عاوز يبقى دكتور وعاوز يبقى عضو وعاوز يبقى أستاذ دكتور وعاوز يبقى عالم فضاء وعاوز يبقى كذا يبقى كذا، أنا عايز الشباب يبقى كده، عاوز الشباب يصب كل همه
ان يبقى راجل فقيه ومتعلم دينه وعالم وعارف. مش عاوز الشاب النهارده يضيع معظم وقته مع ناس فاضيه، مع كلام فاضي، مع الفيس والوسائل التواصل الاجتماعي والكلام الفاضي ده كله، مضيع معظم وقته بطول ما هو قاعد ماسك البتاع ده في ايده ونازل ليه؟ وقت مفيد خده في الافاده. مفيش مشكله انك تشتغل على اي مركز من مراكز التواصل الاجتماعي، بس يكون في افاده ليك، ما يكونش كلام بترددوه مع بعضيكوا كده مع كلام فاضي بين الشباب والفتيات. لا، لما نضرب مثل بسيط، معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أسلم سيدنا معاذ وهو عنده 18 سنة، بنقول للشباب أهو، وأعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لولا معاذ لهلك عمر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، أنا هبعثك أنت والي لليمن، فإذا فإنك ستأتي قوم أهل كتاب، فإذا أتيتهم فقل إن الله جل وعلا، فأمرهم أو قل لهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم بأن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واعلم بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يا معاذ، بما تقضي إذا عرض عليك القضاء في اليمن؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجده في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجده في سنة رسول الله، قال: أجتهد ولا آلو في الاجتهاد يا رسول الله. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الشاب الذكي اللقن، بيمسك اليمن، يمسك ولاية اليمن وناس أهل كتاب، اختار السفراء، السفير اللي يخدم الإسلام والدين، ولسه شاب صغير يمسك اليمن. النهاردة كل اللي ماسك أي منصب فوق 50 و60، كل اللي ماسك معرفش إيه، كله فوق هناك هناك، إيه؟ مفيش شباب خالص في البلد دي، مفيش شباب خالص في أي مكان. لقن ذكي يعرف يسد في الأماكن دي، كله هناك فوق، كل الشباب، طاقات الشباب، ما مش عاوزين نعطل الطاقات دي، عاوزين ندي كل شاب فرصته، ندي كل واحد فرصته. لما اعمل النهارده اجتماع للشباب ولا منتدى للشباب، ما اختارش اي شباب، اختار الناس اللي الشباب التعبان الكادح اللي محتاج انه فعلا يقعد مع الرئيس ومع الناس الكبيره، اختار الشباب اللي هم فعلا، اختار اختيار عشوائي، ما اختارش شباب كده هول دوا ودوا واجيب ناس، لا، احنا بنقول خد الشباب بتاع الفلاحين الغلابه، خد شباب القرع والنجوع، هم دول الرجال اللي انت تعتمد عليهم بكره وبعده. لازم رئيس الجمهوريه يوصلوا الكلام ده، مش كل شاب هجيبه واقول اقعد من منتدى للشباب واجيب الشباب اللي فوق كل، لا، انا اجيب الغلابه، الفقراء، المحتاجين، اهل القرى اللي بتقام على راسهم الدوله، اللي هم اصلا بيخدموا الدوله وبيتعبوا للدوله، ما بيجوش بابا ولا ماما ولا بيركب عربيه هامر ولا بيركب معرفش ايه ولا بينام على سرير ايه. الشاب اللي بينام على الارض والتراب هو ده اللي انت تاخد منه النصيحه وتعتمد عليه بكره وبعده. معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام، خد اليمن ومسك اليمن. عارفين معاذ بن جبل دوا اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. تخيل بقى لما النبي صلى على حبيب النبي، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي: يا معاذ، والله إني لأحبك، ياه، ولا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيل معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأحبك. عارفين سيدنا معاذ كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام خاض الغزوات كلها، ولا معركة ما حضرهاش، حضر كل المعارك. عارفين سيدنا معاذ لما مات كان عنده كام سنة؟ مات في الطاعون بتاع عمواس، ومات في بلد الأردن.
مات في الأردن، ماتت زوجتيه الاثنين، وماتوا أولاده الاثنين، ومات هو بعدهم بالطاعون. مات وهو عنده كم سنة؟ سيدنا معاذ بن جبل يا شباب مات وهو عنده 33 سنة. تخيل بقى 33 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أحبك، وسيدنا عمر يقول لولا معاذ لهلك عمر، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذ القرآن من أربعة من بينهم معاذ بن جبل. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين. هكذا يقول رب العزة جل وعلا: يا ابن آدم استمعوا إلى اليوم أيضا مرة أخرى، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد: أحب التائبين وحبي للشاب التائب أشد، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأحب أهل السخاء وحبي للفقير السخي أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد: أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض الفساق وبغضي للشيخ الفاسق أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للغني للفقير المتكبر أشد. هكذا أيضا يقول رب العزة جل وعلا: عندما تخرج الروح من الجسد ينادى بثلاث كلمات: يا ابن آدم أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ يا ابن آدم أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ وإذا وضعت الجنازة على شفير القبر ينادى بثلاث صيحات: يا ابن آدم ما تزودت من الدنيا إلى هذا الخراب؟ يا ابن آدم ما تزودت من الدنيا ومن النعيم لهذا الخراب؟ يا ابن آدم ما حملت من النور لهذه الظلمة؟ يا ابن آدم ما حملت من الغنى لهذا الفقر؟ ينادي في الشباب: لا تغتر بشبابك فكم من شاب سبقك إلى الموت، لا تركن إلى الدنيا فإنك لست بمخلد. يا ابن آدم استحي مني عند معصيتك أستحي منك فلا أعذبك. أحبتي في الله، هكذا يناديكم رب العزة جل وعلا، وينادي الشباب وينادي الجميع: اتقوا الله عباد الله، واعلموا بأن القبر قريب جدا جدا، وأن الموت لا ميعاد له، وأن العمر قصير مهما طال، وأن الغنى مهما كان سيزول، إن لم يزل بوجودك ستزول أنت عنه، وإن الصحة زائلة، وإن الفقر قادم مهما كانت ومهما كنت، فستفتقر إما في الدنيا وإما في القبر، حتى لا تصاب بالفقر في الدنيا وفي القبر، فعليك بأن تتقي الله جل وعلا حتى لا نصاب بما نحن فيه. علينا أن نتقي الله ونعود إلى الله، فما من ابتلاء نزل إلا بمعصية، وما رفعت بلوى إلا بتوبة، فالتوبة واجبة على الكل حتى لا نصاب، وحتى يعلم الشباب جيدا أنهم مهما وصلوا من قوة فإن الموت قريب من الإنسان من شراك نعله. أحبتي في الله،
لنتقي الله جل وعلا، ونسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم بارك في شباب الأمة، اللهم احمي شباب الأمة، اللهم احفظ شباب الأمة، اللهم بارك في فتيات الأمة، اللهم املأ فروجهم بالحلال يا رب العالمين، اللهم اهدهم بهديك يا كريم، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.